يعني ما تفضل به سعادة وزير المجلسين بأن يعاد التصويت على جميع المواد السابقة، لأن هذه الكلمة قد ذكرت من قبل. ذكر أن هذه العبارة بالذات يعني إرادته الحرة المستنيرة وردت في العديد من التشريعات والاتفاقيات الدولية، وهي بالتالي اقتبست كما ذكر الآن دكتور وليد. هذا صحيح، لكن هناك أيضا الأخت الدكتورة سوسن تقول أن هذا مأخوذ من النص الإنجليزي Informed consent. Informed consent تعني الموافقة. هم ما تكلموا عن الموافقة، يتكلموا عن إرادته المستنيرة. الإرادة غير الموافقة. خلنا نكون دقيقين في النص، يعني الإرادة هي Informed consent، موافقة وليس إرادة. فأرجو التصحيح، يعني لأن قاعد تخربطين شوي المقررة. يعني شكرا معالي الرئيس، كل الاحترام إلى المداخلات حول موضوع النقاش على كلمة المستنيرة. نعم، كلمة المستنيرة وردت في نصوص سابقة، وقد تكون هناك نصوص لاحقة، ولكن لا ضير بأننا نستوقف ونبين رأينا في شأن هذه الكلمة، لا سيما بأن هذه الكلمة المستنيرة ليس لها أي مرجع قانوني نرجع إليه حال ما كان هناك أي أثر قانوني أو خلاف قانوني. فبالتالي القانون المدني في المواد 72-73 عرف الأهلية وأنواع الإرادة، ومتى تكون الإرادة معيبة، ومتى يكون الشخص فاقد للأهلية. فبالتالي هذه الكلمة يكون لها المرجع الأول والأخير باللغة الإنجليزية، ولكن باللغة العربية لا وجود لها. وينبغي أن عندما نصدر أي تشريع ينبغي علينا أن نحافظ على المصطلحات القانونية في قوانين مملكة البحرين. أنا أيضا يعني ما أشوف أن كلمة المستنيرة تفي بالغرض هنا، وإذا كان المقصود مثل ما قالوا inform consent، فأتصور أن الأفضل إحنا نستخدم المدركة، الإرادة الحرة المدركة. أما المستنيرة شنو الاستنارة؟ يعني أعتقد يعني غير موفقين في استخدام هذه الكلمة.